الكرام متابعينا الاعزاء، يتواصل اللقاء والعطاء من جديد شوطنا التاسع عشر ضمن اشواط الانتاج والمنتجين. نذهب مباشرة الى مسار وانطلاق شوطنا التاسع عشر للقعدان اللقاي المهجنات الاصايل شوط الانتاج والمنتجين. نذهب مباشرة الى مقدمة الشوط والى المركز الاول حيث من تتابعون عبر قناة ياسا الرياضية هذه الانطلاقات التي تأتي من عاصمة الميادين. مقدمة الشوط مباشرة لنجد مع المركز الأول ومع الصدارة، من يأتي مع المقدمة والصدارة لهذا التقدم الممتاز يعلن الحضور مع المركز الأول في هذه اللحظات. من يأتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول يأتينا أرى اللي هو الفاتن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا الفاتن مع المركز الأول. ثاني المراكز يتسلل مباشرة في هذه اللحظات ويغير مباشرة مع الصدارة ومع المقدمة. هناك من الجانب الآخر ينطلق مباشرة في هذه اللحظات معزز ولكن يرافقه بهذا التقدم الحاكم سعيد بن سهيل بن سالم الخيلي، ومن الجانب الآخر معزز علي بن حبروت بن سلطان الاكتبي. النقلة مباشرة للمركز الرابع في هذه اللحظات، رابع المراكز يتقدم مشاهدين الكرام ويأتي مهند خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي محتلا مع المركز الرابع. خامس المراكز الغوق علي بن عوضه المري يقدم لنا الغوق محتلا مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس ينطلق مباشرة شاهين ويتقدم إلى المركز السادس محمود بن حبيب بن محمد الرضا، من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق لشاهين مع المركز السادس. سابع المراكز نشوف اللي في المركز السابع ويتسلل من الجانب الآخر بهذا الانطلاق والمسار شايم محمد بن سالم بن سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن اللي تقدم في هذه اللحظات ملهم، تعود الملكية لملهم من يقدمه مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، غير في هذه اللحظات وانتزع المركز السابع. ثامن المراكز من يأتي مع المركز الثامن شاهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري، ومن الجانب الآخر يتقدم مباشرة ويأتينا في هذا الانطلاق والمسار شايم تعود الملكية محمد بن سالم بن سلطان الوهيبي. أما للمركز العاشر من ينضم مباشرة شاهين محمود بن حبيب بن محمد الرضا. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة للمراكز الأوائل المتقدمة. نعود إلى شوط الانتاج والمنتجين للجعدان اللقاية المهجنات الأصايل، من غير على الصدارة وأتى مع المركز الأول بيتقدم ممتاز معزز. معزز تعود الملكية، من يقدم معزز علي بن حبروت بن سلطان الاكتبي في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز الحاكم سعيد بن سهيل بن سالم الخيلي، من يقدم لنا الحاكم هناك مشاهدين الكرام مع المركز الثاني راعي مايفير مع المركز الثاني. والمركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مباشرة، هناك من يأتي اللي هو يتقدم الفاتن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز الثالث. ومع المركز الرابع يقدم لنا مهند خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع مهند والفاتن مع المركز الثالث والرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس يأتينا مباشرة الغوق علي بن عوضه المري، يقدم لنا الغوق محتلا مع المركز الخامس. سادس المراكز المنطلق في هذه اللحظات شاهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري، يقدم هذا الاسم يغير من مركز إلى مركز شاهين القادم الواصل مع المركز السابع في هذا الانطلاق والمسار. وأول إذاعة لمزعل بدأ يتقدم مزعل، تعود الملكية لغصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، من قدم لنا قائد المصانع الجنوب الإبداع والناموس في هذا الصباح، يقدم لنا هذا الاسم لمزعل محتلا مع المركز السادس. سابع المراكز المنطلق في هذه اللحظات ملهم مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، القدوم والوصول من الجانب الآخر
بهذا التقدم من شايم محمد بن سالم بن سلطان بن محمد الوهيبي، وصل مختار أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، أول إذاعة لمختار، والقدوم والوصول مشاهدين الكرام من الجانب الآخر. ينضم ميسور أحمد بن سيف بن حمد المجعلي، أول إذاعة لميسور، وصلت الأسماء، ولكن لنا عودة مع الصدارة. اجتمعنا القعدان، اجتمعوا المنتجين، بدينا مشاهدين الكرام مع لافتة الألف والميتين متر، وشاهين مع الصدارة مساعد بن سويد بن قران المنصوري مع المركز الأول، الحاكم سعيد بن سهيل بن سالم الخيلي مع المركز الثاني، المركز الثالث المنطلق قائد المصانع الجنوبية، وصل بو سعيد مع مزعل غصاب بن مصبح رع الطير العامري من يقدم هذا الانتاج الطيب مع المركز الثاني، ولكن شاهين بدأ يسيطر مع المقدمة والبداية والصدارة، صدرت الأوامر، الكل بدأ يطلق العنان، ولكن شاهين مع البداية، شاهين مع الصدارة، شاهين ومزعل، مزعل مزعل مزعل، حضر بو سعيد غصاب بن مصبح رع الطير العامري، شاهين مساعد هنا بن قران المنصوري، يا سلام الناموس ناموسين في عاصمة الملايين ما بين مزعل وشاهين، ولكن مزعل ما سلم المهمة، مزعل بدأ يغادر بالشوط، غصاب بن مصبح راع الطيره العامري من يعلن حضور أبو سعيد للمرة الثانية، هنقول للمرة الثانية في هذا الصباح هنا مشاهدين الكرام، سلام أبو سعيد سلام، غصاب بن مصبح راع الطير العامري إلى زاخر الانتاج الفاخر، شاهين مع المركز الثاني، ولكن نقول النقطة الثانية في هذا الصباح لهذا الشعار، سلام بو سعيد سلام، تهانينا والناموس ولحظة الوصول لمزعل، غصاب بن مصبح راع الطير العامري للمرة الثانية، أشكرك يا بو سعيد وأشكرك محمد بن غصاب راع الطير العامري المركز الثاني. هناك من أتى اللي هو شاهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري المركز الثالث، ثالث المراكز ملهم بارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، المركز الرابع، رابع المراكز أتى في رابع المراكز الغوق علي بن علي بن عوضه المري، المركز الخامس من وصل هناك غازي، وأول إذاعة لغازي محمد بن ناصر بن عوضي من يحيى المنهال. التوقيت الزمني 7 دقائق، يسجل التوقيت الأفضل 7 دقائق 28 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لغصاب بن مصبح على الطير العامري مع التوقيت الأفضل والممتاز. المركز الثاني 7 دقائق 28 ثانية 8 من الأجزاء من حل ثانيا شاهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري. المركز الثالث هناك 7 دقائق 31 ثانية جزئين من الثانية من أتى مع المركز الثالث مشاهدين الكرام، هناك مع المركز الثالث كان من نصيب ملهم مبارك بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي، ولكن التوقيت الأفضل والممتاز تحت أقدام مزعل لمالكه هنا غصاب بن مصبح رع الطير العامري. تهانينا والناموس للجميع.